تزوجت برجل يصغرها بإحدى عشر سنة ولقبت بالذهب. الفنانة السورية جميلة نادين تحسين بيك ولدت في العاصمة السورية دمشق عام 1981. والدها الفنان حسام تحسين بيك وشقيقها الممثل راكان تحسين بيك. درست الأدب الفرنسي في جامعة دمشق ودخلت عالم التمثيل في سن صغيرة، فقد شاركت في مسلسل أيام شامية عام 1992 وكانت وقت ذاك تبلغ 11 سنة. في البداية عرض والدها دخولها عالم التمثيل لما فيه من مشاق وصعوبات، إلى أنه تقبل هذه الفكرة بعد رؤيته لأدائها في مسلسل أيام حلوة عام 2003. ومن أهم الأعمال التي شاركت فيها عائلة سبع نجوم، الخوالي، أشواك ناعمة، وهواجيس عابرة. أما عن آخر أعمالها فقد شاركت في مسلسل أولاد بديعة، كما أنها عملت في دبلجة المسلسلات التركية ومسلسلات الرسوم المتحركة، بالإضافة إلى خوضها تجربة الإخراج من خلال فيلم روزنامة. وعن حياتها الشخصية فقد جمعتها قصة حب مع عازف الكمان وسيم الإمام، والتي دامت مدة سنة ونصف قبل أن تتوج بالزواج عام 2011، وأثمر زواجهما عن طفلة واحدة تدعى لمارا. وقد وصفته نادين في الكثير من المقابلات التي أجريت معها بأنه شخص متفهم لظروف عملها وبأنه هادئ، وأن الحوار معه يأتي بنتيجة إيجابية، إلا أنهما انفصلا عام 2018 وتزوجت مؤخرا من الفنان إياد عيسى بعد قصة حب جمعتهما في مسلسل كسر عظم. وأقيم حفل الزفاف يوم الأحد الموافق 21 من شهر تموز في منطقة وادي قنديل بسوريا، وحضر الحفل عدد من نجوم الفن منهم يزن خليل وزوجته حلا رجب، يوشع محمود، حسن خليل، وراما زين العابدين. وظهرت الفنانة الجميلة نادين بإطلالة بسيطة وناعمة. هل أنتم من محبي الفنانة السورية نادين تحسين بيك؟ وما هو دورها المفضل لديكم؟ شاركونا في التعليقات.